خلونا نتذكر جدا جدا واحد من ابناء الجيل الذهبي، الجيل الذهبي بجد في الكوره. انا راجل، انا زملكاوي حلو، ولكن خد بالك بقى من كلمه ولكن دي، انا من الناس اللي عندها اعجاب شديد جدا 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 بكابتن صالح سليم رحمة الله عليه طول عمري. مش بس المايسترو وهو في الملعب، ده كابتن صالح سليم الله يرحمه يا رب، طبعا ده بخلاف ان هو يعني يمتلك كل مقومات النجم السينمائي، وطبعا كان بطل لعدد من الافلام في فترة الستينيات، فترة تألقه الشديد جدا يعني. المايسترو صالح سليم، كابتن صالح سليم مش بس مايسترو في الملعب، كابتن صالح سليم واحد من أهم أساطير الكورة في مصر وفي إفريقيا وفي المنطقة العربية. كابتن صالح سليم مدرسة وعلامة في الإدارة الرياضية، يعني هنا تشوف إزاي قدر يخلي الأهلي مؤسسة بالمعنى الحرفي والكامل. والفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في اللي وصل له الأهلي لهذا الرجل صالح سليم، حقيقي مش هزار. خليني أخد معايا على التليفون كاتبنا وناقدنا الرياضي الكبير أستاذ ياسر أيوب معانا على التليفون. ازيك يا دكتور ياسر؟ أهلا أستاذ يوسف، عامل إيه؟ الحمد لله تمام. وحشنا وحشنا صوتك، وحشنا طلتك تجي لنا كده في البرنامج تنورنا. ده يشرفني يا فندم. لا يا فندم، شرف لينا. ماذا يمثل كابتن صالح سليم في الذهنية المصرية بشكل عام، وصححني لو أنا غلطان، وللكورة بشكل أكثر أو بشكل خاص، وللأهلي بشكل أكثر خصوصية؟ هل من الممكن قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك أستغل فرصة إنك بدأت الحديث عن كابتن صالح بإنك زملكاوي؟ أيوه. وأقول كم نقطة صغيرة جدا. قول يا فندم. احد اقرب اصدقاء كابتن صالح كان كابتن عبد المصحي، كابتن نادي الزمالك. زمن جميل. كانوا الاثنين في سفريات المنتخب بيقعدوا في اوضه واحده. الله. كابتن عبد المصحي من 60 سنه الاهلي والزمالك عملوا منتخب علشان يلعب نادي توتنهام الانجليزي. فكان المباراة من ترتيب الزمالك، فكان المتوقع والمفترض والطبيعي انه كابتن نادي الزمالك هو اللي هيبقى كابتن المنتخب. فكابتن صالح قبل المباراة بدقائق قليلة فوجئ بالكابتن عبد المصحي بيديله شارة الكابتنة. فصالح سليم اعتذر وقال لا. فعبد المصحي قال له ما ينفعش كلنا نلعب في وسطنا صالح سليم وما يبقاش هو الكابتن علينا صالح سليم. يا دين النبي، ايه ده؟ الرياضة اللي بجد والإنسانية اللي بجد. وعايز اقول لك بقى على حاجة تانية، كابتن محمد حسن حلمي هذا الرجل العظيم باني طبعا نادي الزمالك، رشح نفسه لاتحاد الكورة، فكان في ناس كثيرة ضده للأسف، شايفينه انه مش لازم ينجح، وتخيل الجميع انها هتبقى فرصه للنادي الاهلي يشارك معاهم في هذه الحمله علشان اسقاط محمد حسن حلمي. ففوجئوا بكابتن صالح سليم بيقول لهم لو محمد حسن حلمي ما نجحش وبقى رئيس اتحاد كوره، مين اللي ينجح ويبقى رئيس اتحاد كوره؟ صوت الاهلي لمحمد حسن حلمي مهما كانت العواقب. دي حاجة أكبر من التصفيق الحاد، دي الانحناء يعني احتراما يعني. يعني عايز أقول لك إنه دي كانت الروح زمان، ودي كانت الرياضة زمان، ودي كانت العلاقة بين الأهلي والزمالك، وكانت العلاقة بين كل اللعيبة، وكان يعني كابتن صالح مرة حكى لي إنه كابتن ياكن حسين ربنا يرحمه. الله يرحمه يا رب. في ماتش الأهلي والزمالك كان كابتن ياكن عنيف شوية مع كابتن صالح. فكابتن صالح بيحكي لي انه في اول ما الحكم صفر بنهايه الشوط الاول جري على اوضه الزمالك عايز يتخانق معايا كان حسين. فقلت له يا كابتن صالح انت عايز تخش اوضه الزمالك تتخانق معايا كان حسين؟ قال لي اه، ما كل لعيبه الزمالك اصحابي.
هياخدوا صفه. يعني الروح كانت حلوه قوي، وكان طبعا الاحترام، كل فريق كان عايز يكسب، وكل لاعب كان عايز يكسب، بالتاكيد كان يتضايق جدا لو خسر، لكن في نفس الوقت يبقى الاحترام قائما ويبقى الود قائما، ودي يعني كانت سمه هذا العصر. ما هو علشان القيم ده يا دكتور ياسر انا بدات السؤال بكده، ماذا يمثل صالح سليم في الذهنيه المصريه؟ كابتن صالح سليم بالنسبه لعموم المصريين بيمثل الاحترام ويمثل الكبرياء. قوي. رجل لم تكن له اي حسابات خاصه. ولم تكن له اي مطانه خاصه، ليه؟ لانه كابتن صالح عمل حاجه علامه فارقه في تاريخ النادي الاهلي. كل رؤساء النادي الاهلي قبل كابتن صالح كانت لهم مناصب كبرى تسبق رئاستهم للنادي الاهلي. من رئيس حكومه لوزير دفاع للداخليه لمحافظ القاهره لقائد جنرال عسكري، لهم هم لرئاسه النادي الاهلي تسبقهم مناصب. كابتن صالح هو اللي غير هذا النمط. فاستمد قوته كلها من كونه رئيس النادي الاهلي. فاطفى على هذا المنصب ما يستحقه من هيبه ومكانه وتقدير. جدا صح. فالحاجه الثانيه انه صالح سليم، يعني انا في مره هو معايا في العربيه بيتكلم في حته مع حد. اتقفل بقول له انت بتتكلم مين يا كابتن صالح؟ قال لي بكلم الدكتور كمال الجنزور، كان رئيس الحكومه. الاهلي كان معترض على حقوق البث التلفزيوني فقلت له طب انت مش خايف؟ قال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي شايف الناس دي كلها، احنا كنا يعني قربنا من النادي الاهلي. قلت له اه. قال لي كلهم معايا، كلهم عارفين ان انا لما بتخانق عشان الاهلي، لما بغضب عشان الاهلي، لما بفور عشان الاهلي، فكلهم معايا وكلهم واقفين معايا. وبرضه كان واثق ان دكتور كمال الجنزوري راجل محترم وقادر دايما على استيعاب المشاكل. الله يرحمه يعني. دكتور كمال الجنزوري اهلاوي برضه، لكن كابتن صالح كان شايف ان الاهلي له حقوق يجب ان يدافع عنها كابتن صالح. صحيح. هو حدوتة وأسطورة حقيقية بالمعنى الحرفي. دكتور ياسر لن أتنازل عن أنك تبقى ضيف عزيز علينا وغالي جدا في هذا البرنامج، أرجوك اقبل الدعوة. وخليني أولا قبلتها ونحدد معاك. الله يبارك لك، يا بختنا والله بجد حقيقي، يعني نورتنا وشرفتنا، وأشكرك على المداخلة وأشكرك على قبول الدعوة. دكتور ياسر أيوب كاتبنا الصحفي وناقدنا الرياضي الكبير.